اعتبر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن رعاية الملكية التي حظيت بها الحركة الرياضية والشبابية في البحرين وما حققته من إنجازات والتي قادها بتصميم وإصرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو خير دليل على التطور الكبير الذي تشهده المملكة في الجانب الرياضي. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد في ذات الوقت أن استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لعدد من الرياضيين أصحاب الإنجازات له خير دليل على الرعاية الشاملة التي تحظى بها الحركة الرياضية ومنتسبها من قبل جلالته الحريص دوما على الوقوف إلى جانب أبنائه الرياضيين في جميع المحافل الرياضية، الأمر الذي يشكل لهم دافعا قويا من أجل تحقيق الإنجازات للمملكة. ورفع سموه أسماء آيات التقدير والامتنان على مكرمة جلالته السامية باستقبال وتكريم الرياضيين أصحاب الإنجازات الرياضية المتميزة، حيث تمثل هذه المكرمة السامية تجسيدا حقيقيا لرعاية جلالته للرياضة البحرينية التي باتت تحتل مكانة مميزة على الخارطة الدولية بفضل دعم جلالته. وقال سموه: إننا نرى في تكريم جلالة الملك للرياضيين أصحاب الإنجازات الرياضية تشريفا لجميع الأسرة الرياضية البحرينية وتقديرا كبيرا من جلالته لما أنجزه الرياضيون البحرينيون من نجاحات هائلة في مختلف التظاهرات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ولعل هذه النجاحات تعتبر جزءا لا يتجزأ من القفزات الهائلة التي حققتها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، كما أنها تترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في الشباب البحريني وتسليحهم بكل ما يستحق ويحقق لهم الرقية في جميع المجالات ليسهموا في بناء مملكة الخير والعطاء. وأكد سموه أن أبطال البحرين كانوا خير سفراء للرياضة البحرينية في مختلف المحافل الرياضية، مطالبا اللاعبين ببذل المزيد من الجهد في المستقبل وتحقيق المزيد من البطولات، خاصة وأن جميع اللاعبين يمتلكون الحماسة والإصرار على الارتقاء بمهاراتهم في سبيل الوصول إلى خطف الألقاب على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي حققه لاعبو المملكة لم تكن لتتحقق لولا الجهود الطيبة التي بذلها اللاعبون واللاعبات طيلة منافسات البطولات وأصرارهم على تقديم المستويات البارزة من أجل التوشح بالميداليات الملونة التي جاءت لتثبت قدرة الرياضيين على تحقيق الميداليات والمراكز المتقدمة.